السلام عليكم أصدقائي، وعيد سعيد عليكم، الله يعود عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. رجعناكم أصدقائي علاقات عام فضوط قصيرة بأغرب المواقف في واجهتني من المحل. ها اليوم واحد أصدقائي جالي قال لي يده مال بلاي ستيشن 3، ها فقلت له واريته أصدقائي الدات ملونة ذني على 8000 حسبت لها، وعندي ألوان أشكال ألوان بيضة وبنفسجية ووردية وزرقة وخضرة، ويعني ألوان أشكال حتى ما وايد ألوان، السوداء ما كان عندي بس كل الألوان عندي تقريبا عندي، ها ووريته أصدقائي يداتها مو الجلدة، ها وريته هال مو الوشم، ووريته اللوخ هاي مال النوعيات لوخ يصير ملونة وما شنو، ووريته هالاصليه عندي نوعيتين من 10 ومن 15، ها يعني وايد انواع، هو اختار الملونه اختار له الخضره، فراح ورجع جاب ويا اخوانه قال لي هاللون مير رايدي، فرايدين غير لون، قلت له مو انت بعد اخذتها؟ قال لي لا انا ما فاتحها، فقلت له يا ما يخالف اختار لك غير واحده، فطلعت قدامهم كل الوان يعني بنفسجي ووردي وابيض واخضر وبنفسجي فاتح وطوخ وبنفسجي لماعي وسموه يعني تقريبا كل الوان طلعت لي، يعني تقريبا وايتهم بال 30 نوع من اليدات مال بلاي 3، بس معدن يعني 10 يدات تقريبا معدن نفس السعر، فيعني ماكو فرق، يعني وان طاني 8 وقسم معدن فرق 2000 او 4000 حسب سعر اليد يعني، ها بالاخير اخوه قال لا انا ذني كل من عاجبني، ها رجعنا انت ما عندك انواع هوايه ما شنو الوانك ما قد حلوه وكل حلوه شنو ما حلوه بس اعرف البيضه ما حلوه لو الخضراء اللماعيه ما حلوه لو شنو السالفه، ها هو تاكل تحت تلعب بيها هي اكل قابل، ها لا رجعنا فلوسه غير مره ما يصير عندك يدات غير شكل، وانا كل اشكال باب الشرجي اذا تروح لما تلقى عندهم تلقى اشكال، يعني قبل تشتري بس لون اسود بس لون اسود ويشتروه من عندي بدون تعنطس، ها بس اما اجيبها 30 40 نوع ها يقوم يتعنطز وما يشتري واخذ فلوسه بعدين وراح، اللون ما عجبني فما اريد هسوى قرص او ما عجبك اللعبه هي اليد شنو عجبني وما عجبني، ها اي مثل اصدقائي الناس وايد يجوا لي للمحل مثلا اقراص مال بلاي 4 قبل كان عندي مثلا فد 10 اقراص 20 قرص مثلا، ها فيقول انت ما عندك واي اقراص، هسه صار عندي اصدقائي بال 60 قرص تقريبا، خانتين على 21 قرص بهن يعني 42، ها وخانه ثالثه نصها متروسه تقريبا، يعني يقول بال 50 الى 60 قرص تقريبا بهن، تقريبا 54 قرص يمكن 55 54 هيك تقريبا مال بلاي 4، قسم جدد وقسم معدن مستعمل، فوق ال 40 قرص مستعمل وتقريبا 10 اقراص او 12 قرص جديدات، ها ف كل هالالعاب اصدقائي يقول لي واحد انت ما عندك وايد العاب ما عندك وايد تنويع، ها ما عندك عندي العاب جنود كول اوف ديوتي باتل فيل سنايبر التيد 3 سنايبر التيد 4 توم كلان جوس ريكون عندك ديس هونر 2 عندك يعني بال 20 لعبه جنود وباللعبتين سيارات والعاب مثل العاب عالم مفتوح مثل ريد ديد ريدمشن 2 عندي مستعمله ب 25 جيجا 35، يعني مئات الالعاب عندي، ها هو مال بلاي 4 غالي ترى، يعني عندي هالقد العاب يعتبر ترى هوايه مو يعتبر قليل، يعني انا اقول لك ب 60 لعبه عندي يعني يعتبر مو قليلات 60 لعبه يعني 3 سراوات العاب، فانت تقول لي لا ما عندك هوايه العاب ما شنو، اكو ناس اشوفهم ادخل محلهم ما عنده بس 10 اقراص 8 اقراص وخلاص، ها بثمان لعبات عنده، هذا المحل اللي بقابيلي قريب عليه، هامكم محل قريب عليه اسمه سكاي بلاي ستيشن ما شنو سكاي لايت بلاي ستيشن يمكن اسمه المحل، فذاك بس عنده 8 و12 قرص ما كم واحده، انا اصدقائي حتى اكثر من مكتب الاكس بوكس عندي اقراص، فيقول لك اكو واحد عنده مثلا بال 100 قرص او 200 قرص، حتى لو تجيب 1000 قرص هم انتم ما تختارون، تباعون الاقراص وتروحون، يعني انت ما ناوي تشتري، لو كل العاب بلاي 4 موجوده عندي قبالك لا يعني اكو لعبه يابانيه صدروها قبل 5000 سنه عبالي موجوده عندك، ها فهو يتحجج وما ياخذها، تخيل لو انا عندي بيس مثلا من 2013 مثلا هي مثلا اقدم مال بلاي 4 شنو اقدم بيس مثلا اقدم بيس فلان شيء لحد بيس 23 وعندي فيفا مثلا من اقدم وحده لاحدث وحده، ولا يقول لا انا عبالي عندك كره الشوارع انا رايد كره السله، هو بس ما رايد يشتري اصدقائي، يعني تخيل لو عندي قرص واحد هو رايد يشتري هذا القرص يشتريه، لو عندي 100 قرص هو ما رايد يشتري ما يشتري، ها
مثل ما اصدقائي قراص حتى مال اكس بوكس اكس بوكس 360 يقول انت لو تجيب تنويعات تجيب تنويعات. جبت اكثر من مره اشتريت صار تقريبا لو 400 الى 500 قرص تقريبا عندي مال اكس بوكس، يعني نص العاب الاكس بوكس الموجوده بالانترنت موجوده عندك اقراص. نص الالعاب تقريبا الى ثلثين الى نصين صار عندي بال 500 لعبه ما 400 لعبه. ويجي لي واحد يقول لا انا عبالي فلان لعبه عندك مش تدري بس تعرف بعد شو تريد يعني يعني ابو الواحد بجد عندي اقراص وزار واك مال اكس بوكس كلاسيك. كم مره وريته الواحد جالي وريته فوق ال 100 لعبه 120 لعبه 130 لعبه. انا ما تفتر لو تفتر العالم العراق كله ما تلقى واحد عنده اقراص مال اكس بوكس كلاسيك مثلا. ها ويقول لي لا لو عندك بعد عندك تنويع اكثر ما شنو ها هاي ما عجبتني هاي ما 120 قروص بعد شو تريد اللعبات. هو ايش قد عدد العاب اكس بوكس كلاسيك؟ عدد العاب اكس بوكس كلاسيك 500 وما ايش قد يعني عدد العاب. مره طلبت فيديو بالانترنت طلع عدد العاب 500 وما ايش قد طوله نص ساعه ما ايش قد. انا عندي ربع العاب يعني واحلى العاب يعني صراحه اكو كم لعبه ما عندي بس مو معناته يعني كل العاب عندي بس يعني اكثر العاب موجوده عندي. حتى البلاي 2 البلاي 2 كانوا يقولوا لي جيب العاب جيب العاب هذا صار عندي تقريبا فوق ال 100 لعبه اقراص. ها هم نفس الشيء يقولوا لي لا داني ما عجبني او هني فلان بلاي 2 بي 4000 لعبه قابل اجيب لك 4000 لعبه مين اجيب المزارف؟ هاو لو اكو كان جبت من يشتري هسه اجيب 4000 لعبه 4218 لعبه يمكن ما قد البلاي 2 بي. حتى لو عم اصدقائي لو اجيب 4000 لعبه قباله ثلاث ايام يجي يقلب يقلب بي وبلغ يقول لا اكو لعبه من العلبه يعني ماكو واحد بجد اصدقائي حتى انا بالمحل يشتري من عنده اللي هو بجمله يعتبره اقراص باب الشرجب من جماعه جنجاح اسمه اقراص ليزريه مش نهايه المجمع هذا بالكوبي بالكوبي داعشي. صار انا عندي تنويعات اكثر من عندي. انا من اول كان عندي اقراص واشتريت من عنده اقراص فصار عندي تنويع مع العاب. صحيح هو اقراص اكثر عنده من عندي بس كتنويعات الالعاب من الاكس بوكس 360 بلاي ستيشن 2 وذني سوالف صار عندي اكثر من عنده لان قسم عندي اشتريته من عنده وقسم انا كان عندي فصار كل شوية العاب كل شوية مال 360 مال كتبو كلاسيك مال كل العاب موجودة عندي انا اخذتهن وانا مشان عندي العاب يعني تقريبا صار ضعف يعني عددهن بس انا حسن يجي واحد يشتري خلاص بس انا من كومي هواية ثلاث مرات اربع مرات اشتوقت من عندي يعني ف ويجي قالب له 400 لعبة لو يختار لعبة واحدة لو يعني انت تقلب 400 لعبة غير تختار لك 10 لعبات خمس لعبات يعني هو مو جاي عبود لعبة واحدة واذا اللعبة شافها قرصين ما ياخذها هي لعبة 2000 دينار بزعف اذا قرص واحد 1000 ها ف ما اعرف بعد. ف اللي ضحك بالموضوع اصدقائي انه هاد التنويع كل التنويع ما تلقون اي موبيليات عنده هيك التنويع من ناحيه السيادات قلت لكم يعني راح ارجع علي ما العلم هو مو فت قرص او ما عجبك او فشي هو مجرد يده تلعب بيها شنو اذا لونها ابيض لونها اخضر لونها برتقال ورغم هذا انا وريتك كل انواع كل انواع كل الالوان شنو اقول ما عجبني رجع الفلوسي ماشي غير انت يدتك عاويه ما عجبني ولا لون معد المحلو يعني اخضر ما عجبك بنفسجي ما عجبك وردي ما عجبك مثلا اصفر ما عجبك اسود ما عجبك ابيض ما عجبك شي عجبك لا بس اعرف اخترع لك لون جديد عم تاخذه من عندي لا انا رايد احمر حتى لو مواري احمر ما كان ياخذه هو رايد يرجع فلوسه هو لين ب 10 يبيعون انا بعت لك اياه ب 8 عم بعد بيحنا على 10 اللي اصدقائي مصير عيني وغاتي ويا الواحد ها يجي ياكلني ويشربني ويرجع علي هما اصير جاد ويا ومع شوق بعد ما هاي ماكو ترجع ما فلان شوي لا هو يمشي على مرامي وينطيني السعر اللي انا رايده ويرضى بالشيء اللي انا انطيه قبل ما كان عندي نوع واحد من اليدات ها كان يضطر يختار هذا النوع لان ماكو غيره هسه ما صار انواع انواع قام يتبطر اختار هاي النوعيه لا لو اختار هاي النوعيه لا اختار هاي النوعيه لا لا ما اختار اصلا هاي اصدقائي تجربه حقيقيه مره باليوتيوب شفت فيديو يقول بسوبر ماركت اما جابوا فشي مثلا شامبو او فشي مثلا جابوا نوعيه واحده الناس كلها قامت تشتري من عنده بس هم جابوا 40 ما 30 نوع الناس ربعهم او خمسهم قام يشترون من عنده ما العلم زاد التنويع هم زيدوا التنويع ها المفروض يجيب لك نتائج ايجابيه او لا يخلي نتائج عكسيه لماذا مثلا انا عندي 10 لعبات بس مثلا مال بلاي 4 فاما يجي لي واحد راح يشوف هالعشر لعبات احتمال يشتري من عندهم احتمال يعني يكون راح تقول ضئيل لا احتمال كبير احتمال يشتري من عندهم بعدين شافت 100 لعبه راح يحتار اختار هاي اللعبه الحلوه لا اختار هاي فهم يحتار ما راح يشتري نفس الشيء باليدات
اما شاف وايد انواع اكو فاحتار ياها مع عندن عجبت كل واحدة احلى من الثانيه فما يدري ياها مع نشتري خايف يشتري هاي يتندم عافه بينما لو بس عندي السودة بباله بس السودة يده السودة يضطر يشتري لان ماكو غيرها فما بيت عنطز انا قلت له هيك احكي تصدقون قلت له اما كان عندي بس يده سودة شفتوا عينوا غاتي تشتروها هسه ما صار 30 نوع اصلا جبت 30 نوع على مود الناس بعد ما يصير له حجه عجبه اللون يعجبه يده تعجبه ويختارها ورغم هذا ما يعجبهم بس اعرف شو اسوي بس اعرف من ناحيه الاقراص نوعت كل انواع الاجهزه الاكس بوكس كلاسيك بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 3 حتى بلاي ستيشن 3 جبت اقراص بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 360 ها هذا الاجهزه سيريس 1 وسيريس اكس وما شنو ذني اقراص بلاي 5 وهالسوالف غاليه بلاي 5 هم عندي لعبه واحده بس فيفا 21 مال بلاي 5 ويده مال بلاي ستيشن 5 هم عندي مال هاي ايوه بلاي ستيشن 5 هاي الاصليه بس هاي شغلات بلاي 5 بس ذني عندي ها هاليوم اصدقائي جالي واحد يلمح على يبيع لي بلاي ستيشن 4 قلت له اعطيك ب 200,000 قال لي لا 200,000 قليل انا بالبدايه قلت له 175 قال لي ماكو وياه اقراص بس يده واحده اغراضه كامله ما شنو يعني ما شنو اغراض يا اتش دي وواير هاي وجاي الشحن شنو اغراضه كامله ها قلت له اعطيك ب 200 او شو قلت له 175 قلت له بعدين قلت له اعطيك ب 200 لا 200 شنو انا اريد 300 قلت له هو هسه كامل قاعد يبيعوه جديد ب 215 دولار ها قال لا هذا مو جديد مال باله ما شنو قلت له مال باله يعني يعتبر اخو جديد يعني ما مستعمل انت تحت بيع لي اياه مستعمل ها واغلى من السعر باب الشرجي هو اشتري من باب الشرجي بالمفرد يبيعوه شي سعر ها ويقول قلت له ذاك يوم جالي واحد ولد المحل قال لي اشتريت من الفيس بلاي ستيشن 3 سليم ويا يدتين ها وياها سموه ثلاث اقراص قرصين ما ثلاثه ويو بي اس ها كل هذا وحتى ما حتى العاب مخزونه بيها 250,000 يعني انت حتبيع لي اياه ويا ما ويا اي شيء قال بي مو بي مخزون بي فيفا 23 قلت له لو وياه في قرص فيفا 23 يسوى اخذه من عندك مثلا 250 او مثلا او اي بس انت تقول هو ما حدا 250 ما يقبل اذا ب 300 ها انت تقول مخزون ببطنه يعني ما اقدر ابيعها اللعبه انا حبيعها ويا الجهاز شنو ما اقول يجي لي يقول ابي مخزون بي في 23 يعني القرص ما راح استفاد من عنده ما اقدر ابيعه يعني حابيعه كجهاز وحده يعني انا اذا ابيعه مثلا ب 300 يصير ربحي 50 ما تسوى انا ادفع 250 على الجهاز واربح بيه بعدين 50 ما يسوى ليش حتقول لي ليش هاي 250 اللي ادفع على الايجار اصلا انا في الايجار ما مكمله هسه وصار ما عندي 250 هسه كل فلوسي تقريبا 215 ما شنو يعني هاي ابوي يشمني بعدين انا ارجع لابوي على مود ادفع ايجاري ها 350 الف 30 الف مولده فاجي اضيع على جهاز واحتمال يشتروه واحتمال ما يشتروه سعر وجود يطلع بي مشكله وهالدور انا خساره اصير عليه على الاقل خسارتي ما تصير كلش هوايه واصلا جي بي 4 ما يفيدني اشتري احسن لي ما اشتري لان هو بلاي 3 وكس بوكس كس بوكس اساس عندي جهازين وما احمق بلاي 2 50,000 واحد قال لي اشتري من عندك واشتري من عندك اشتري من عندك واشتري من عندك اشتري من ها اصدقائي حاجيكم اصدقائي على كذبات الناس كذبات بصوره عامه قبل ما يصعد اي جهاز ابيعه حكي قبل سنه كان وايد ناس يقولوا لو تجيب اجهزه على مود حتى باليوتيوب كانوا يقولوا لي هم بس بالمحل ها احسن لك على مود الناس تشتري من عندك ما شو هسه عندي ست بلاي توات اصدقائي واحد فات وخمسه سلم وعندي اكس بوكس كلاسيك وعندي اكس بوكس 360 فات وعندي اكس بوكس 360 سلم وش احتمال يصير عندي بلاي 3 وبلاي 4 مثلا مستقبلا مثلا حتى 3 و4 يصير عندي ها شو ماكو ماكو ولا واحد 200,000 واحد جالي قبل العيد قال احد اشتري من عندك بالعيد اشتري منك بالعيد اشتري ولا واحد منهم صدق ها ولا واحد منهم اصدقاء يعني تخيل تخيل بال 100 اكثر من 100 واحد يوعدك اشتري منك بلاي 2 بلاي 2 اسعى على بلاي 2 انا داشي ها ولا واحد منهم اللي اشترى ها ما عاد كذابين اصدقائي يعني ليش تكذبون ما اعرف يعني ما يحتاج تكذب انت ها شو اقول طالع لي الجهاز اذا اشوفه اذا عجبني جرب لي اياه انت تشتريه بعدين اجي افحص لك اياه وايد تشتريه هسه ها ما اعرف احد فمو بس هاي اصدقائي الكذبات الاخرى هما كان قبل ما يصير عندي اقراص مال بلاي 4 كان وايد يقولوا لي عندي عندك اقراص عمود نشتري من عندك وما شنو صار عندي اقراص بس انا حسن يجي واحد هاي مثل ما واحد زعطوط اصدقائي اكثر مره جالي للمحل على اساس يشتري عندي مرات الكبات داعش ها قال لي بالعيد اشتري من عندك بالعيد احنا مش جايين عامل ها هو يقول لي انا جاي بس عامل ها بالعيد اجى بعيد انا بالعيد هاليوم اجالي ها اليوم اجالي قال لي جايب يا ابوه المره ها فقال لي ابوه اعطيك بطل فيلد 5 واعطيك خمسه عليه واعطيني قلت له هاي مرتل كمبات داعش هاي سعرها 30,000 جديده
وانت مالتك مستعمله، انت ابنك نفسه قال 15000، حتى لو نقول حسبته ب 15 يعني بعد 15000 يعني ما يحتاج الا فد حسبه. ها ف واحد لقى مجال يا اصدقائي فوق على مشكور ما شنو راح. ها قلت له اذا اشتري ما عندك بطل فيض فايف اخذها ب10، انا ابيعها 15 او 20 شيء سعرها. ها كمل عليه 20 يصير 30، حتى لو حسبت اللعبه 15000 ما بعد 15000. المهم واحد جاء لاصدقائي قال لي ايد اشتري منك جود اوف فير، اختار لعبه جود اوف فير وون بيس، هم اثنين اخوان، ف قالوا لي عاد عزلنا اياها هسه احنا نجي لك نشتريها من عندك. عزلت وبعد العدسه بقى جوي. ها انا بعد 12 ونص عزلت هم اجوي، حتى ذولا اللي جولي بعدين رادوا لعبه جود اوف فير 4 قلت لهم واحد حجزها يشتريها، لان انت تبدلها مو تشتريها، فانا بيع يم يصرف لي انا بيعها ب 20 احسن ما ابدلها بخمسه وبعدين. وبطل فيلد 5 اصلا هو يعطيني اياها ويعيرني بلعبه بطل فيلد 5، انا عندي نسختين من عندها بطل فيلد 5، يعني حكوم ثلاث نسخ بطل فيلد 5. ها بطل فيلد 5 عندي نسختين من عندها، ها واحده اشتريتها ب 10 وواحد بدلها يمي. ها ف يعني شو اسوي بي بس اعرف اذا اكون بطل فيلد 5. انا ما هذا قبلت يعني ميخا بطل فيلد 5 هم لعبه مرغوبه. ها بس انت اذا تيجي لعبه بذني مستعملات فرق خمسه، بس بالجديد ما اقدر ابدل لعبه جديد مستعمله مقابل جديد. ها ف يا اصدقائي يعني ابسط مثال اصدقائي، هما تجيب لعبات معينه من مال بلاي 4 مختلف التصنيفات، هما تجيب اللعبه ما حد ما يسالك عليها، بس انباع كل الناس تسالك عليها. مثلا جي تي اي 5 كان عندي نسختين معدها ولا واحد يسالني عليها، هم واحده منهم انباعت واحده منهم بدلوها ثلاثة اقراص ثاني واحد واخذها، واحد استراها مني ب 30000 قام كله تسالني جي تي اي 5 عندك، عندك جي تي اي 5 عندك، جي تي اي 5 عندك، كلها تصير عركه. مره صار عندي اتذكر حكي قبل 6 شهور او اكثر، صار عندي جي تي اي 5 مستعمله اصدقائي، ها مو جديده، ابيعها ب 20. فكان قبل ما كان يصير عندي جي تي اي 5 كل ساعه يجي لي واحد بس احمد السلام عليكم عندك جي تي اي 5؟ قلت له لا ما عندي. فماشي هم الصيعود هاي فوايد كان الناس يجون علي، هم صارت عندي 20000 تبيعها ها يعني مستعمله. ف جوي ذول نفسهم كانوا يسالوني جوي مره ثانيه بيش بيعها ب 20؟ ها عبالي 15 راح. اجى واحد لا خم هاي بيش 20؟ ها عبالي 15 راح. جاي واحد لخم بس احمد بيش 20؟ ها بالك يعني نفس ذولا كلهم اللي جولي على تتغير جي تي اي 5 راديه بسعر دافع او اصلا ما يشتروها، يعني شنو كاتلين نفسكم عايشين ما تشتروا يعني يعني ف ويضحك بالموضوع. بعدين جاء واحد اخذها بدلها طاني خمسه على لعبه وبدلها بلعبه واشترى لعبتين من عندي. ها اصدقائي الشخص اللي يجي يشتري ما يجي يتعنطز واسوالف، يجي راسا جاي بيها فلوس. ها وضحك بالموضوع اصدقائي، تخيل واحد يجي يشتري من يد او يشتري جهاز ويقول لي ما شايل فلوس، ويا 1000 دينار مثلا في شغله سعرها 1000 دينار و1000 دينار ما شايل وياه وهو رجال كبير. شو راح تشوف بس عارف يعني شغله ب 1000 دينار سعرها مثلا، مثلا صوره او في شيء مثلا شغله معينه سعرها 1000 دينار وانت جاي تعاملت عليها ولقيتها عندي وب 1000 دينار سعرها وانت تقول لي ما شايل فلوس، يعني انت جاي على شغله معينه لابد تشيل وياك فلوس. ثانيه 1000 دينار حتى زعطوط زعطوط تجيبه تقول انا حاصل لي 1000 دينار. ها حتى لو ربع دينار يوميته ما اربع ايام 1000 دينار. ها هو عيد ايش ماله يقول لي ما عندي فلوس، هو عيد عيد بعد عيدات ما محصل يعني شنو السالفه؟ ها لا مثل ما واحد مره جالي قال لي اهلي يعطوني بالعيد 1000 وربع خطيه الله يسعده يعني يمكن من قرايبه كلهم ما يطلع له 5000. ها ف عيد سعيد اصدقائي، ايدو مدتو جزاي ماس هاي بالياباني. اصدقائي تقييم هاكو عندنا، ما اسوي فيديو بعد اطول، اتمنى الفيديو عجبكم. سوق نزلت فيديو وين اصدقائي على انتقاد محمد غنايم على انمي، نزلت على قناتي سموهم قناتي ما انمي او تاكو على المذيبه، اتمنى تشوفوهن لان حلوات هاي الفيديوهات اللي سويت تعبت عليهن من ناحيه الاشياء يعني ارد على الشغلات النقاط اللي هو قالها على الانتقاد الانمي. ها سواء يتابعون انمي ملحدين شنو ملحدين بس اعرف صايد طلعت انا اتابع انمي، لا انا ملحد ولا انا بشي. ها فاتمنى الفيديو اذا يشوفوهن اردت انزل لي فيديو على هذا القناه بس قلت ما تسوى انزل فيديو لاخ على هذا القناه، انا نزلت فيديو على قناتي تاكو عالم الذهبي هو اعطيكم رابط مال هاي الفيديو بهذا التعليق المثبت اذا يعجبكم تشوفوها، اتمنى تشوفوا الفيديو اذا يعجبكم وتشتركون بها بعد احسن. بيها 961 الف مشترك يعني تقريبا حتوصل 1000 مشترك. اذا مهتمين محتوى الانمي انت دخلوا لها اتاكل على المذهب اسمها.